السلام عليكم، معكم البشير ابو النعيم رئيس جمعيه سند الاجيال اكادير. الحمد لله، يعني هذه هي النسخه السادسه من حمله افطار رمضان اللي عطينا درنا لها واحد الشعار ديالها اللي هو الناس للناس وخير الناس انفعهم للناس. الحمد لله تنقوم باكثر من 1000 توزيع واعداد 1000 افطار يوميا بشكل يومي. الحمد لله تندخلوا الفرحه على هذه الفئات المعوزه اللي الحمد لله، يعني سواء الطلبه المغاربه المنحدرين من المناطق البعيده عن مدينه اكادير، وكذلك الطلبه الافارقه. والحمد لله يعني هذا العام كما شفتوا الحمد لله، يعني الطلبه الافارقه حتى هما راه تساهموا في هذه المبادره وفي هذه الحمله اللي الحمد لله يعني تسعوا لهذا التوجه اللي تقوم به الجمعيه اللي هو التوسع في اطار القاره الافريقيه. والحمد لله يعني تنتمنوا ان شاء الله خير، وتنشكروا بزاف الناس المحسنين من بريطانيا اللي تتعاونوا معنا، وهذه واحد نداء للمحسنين اللي كاين هنا في المغرب، جزاكم الله خيرا الى ما تعاونوا معنا، حيت مع هذه موجه الغلاء اللي كاينه دابا راه تزيرنا بزاف، ونتمنوا ان شاء الله هذا النداء يوصل للمحسنين باش يتعاونوا معنا. بالنسبه للغلاء، غلاء تاع المواد الاوليه يعني تنقوموا بها سواء بالحيره بالمسمن بالحليب، كل شيء غلا، يعني المواد كاملين غلاو، وهذا الشيء اثر علينا. كان عندنا تنديروا الميزانيه ديال تقريبا، كنا تنديروا الميزانيه ديال 5000 درهم، يعني تتقدنا على 1000 افطار، دابا راه وصلنا حتى ل 7500 درهم دابا باش النهار اليوم باش نديروا هذا الافطار. وحنا والله الا مكونات ديال الوجبه كاينه الحيره، كاينه التمر، كاينه المسمن، كاينه الحليب والخبز، كاين دابا 6 المكونات اللي كاينين. والحمد لله يعني حنا ما كرهناش كثر، كنت لقينا المساعدات واللي مد لنا اليد المساعده نزيدوا كثر الحوايج اخرين، وهذا الشيء تيفرح الناس. نقوموا على حسب هذا العمل اللي تنديروا على حسب الافطار. دابا راه دابا وصلنا دابا 1000 فطير دابا، وسميتو دابا راه تانا على حساب الافطار تانا نقومو من الصباح. دابا تنوضو من الصباح تانا نردو الحريره بالقوام ديالها، وتنردو الحريره الاخرى ديال التسميده بالقوام ديالها، وصافي تنبداو في المسمن او البغرير تنبداو فيه، صافي شويه تيجو دوك تيعاونونا حتى هما الله يجازيهم بخير، تيجو تيبالو تيقادو لينا على حسب الافطار تيجمعو الافطار. اللي تيخدم معايا دابا انا واحد السيده تنبكرو بكري، حنا ثلاثه تنبكرو بكري تنجدو شويه بكري، تيجو تنجدو الحريره وداك الشيء العجينه وداك الشيء عاد باش يجو مع ديك ال 12 عاد باش يعاونونا في التكراس. حنا دابا خمسه حنا باش هذا عاد تيجو دوك اللي تيبالو دوك اللي تي الدراري 10 تيبالو مع في برا تيبالو كي يقادو. هي حنا دابا الخمسه هنايا، حنا ثلاثه في الاول، ياك تيزيد لنا مازال ثلاثه اخرين سته. تنشكر المحسنين تنقول لهم الله يجازيهم بخير يعاونونا في هذا الخير، حيت مع دابا تلقى هذا العام بزاف بهذا الشيء بزاف غالي وداك الشيء، وحنايا زعما ما بغينا نخسروا الخواطر ديال المحتاجين المساكين، دايرين رجاهم فينا وفي الله فاش دايرين رجاهم، وما بغيناش نخسروا معاهم داك الشيء. حنا دوكا تنترجاو في المحسنين يديروا ليد في ليد، واخا غير حاجه كثيره او قليله او كثيره، يديروا غير ايد سميتو يتعاونوا معنا. الدقيق دابا 25 تنديرو نقول ديك 50 ديال سميتو 50 كيلو اللي تنديرو الفطار، والزيت تنديرو الزيت 10 يترو اللي تنوصلو دابا 10 يترو ديال الزيت. اي صافي، وبحال التمر تنديرو جوج دوك 10 كيلو ديال التمر، وتنديرو بحال الحليب المسمن كلشي داكشي تندير البيض. لا زناه لا زناه، دابا راه زناه، كنا ديك صافي 700 واحد 800، دابا راه غادي تيزيد، دابا راه اكثر من 1000
دابا راه ما دابا غير داكشي اللي مقيد اللي مقيدين 1000 اللي مقيده، اما راه داكشي اللي تيجي بلا المقيده راه بزاف بزاف. ان فطوري حدا لافاك وحدا الناس بزاف جينا في هذه المنطقه زعما باينه بزاف، والناس بزاف محتاجين في هذا في هذا ديال السبيطار وهادو ديال هادو اللي تيقادو دوك هادو ديال السبيطار وهادو ديال اشغال العموميه وداكشي. اي تيجو دايرين دابا شي تيقول لها شي حاجه شي تيقول لها شي. ودابا كل واحد اللي دا عندي كل واحد اللي دا دابا عندنا الفطور وداكشي تيفرح ان داكشي كلشي مقوم على حقو وطريقو، وداكشي اللي تناكل انايا اللي تنعطي الناس تا هما.